ولكن طبعا في توصيات مهمه جدا للمزارع للنهوض بمحصول القمح بصفه عامه. خلينا كمان نعرف ان كان في اجراءات استباقيه قامت بها اجهزه وزاره الزراعه، مراكز البحثيه في استنباط، ودي نقطه مهمه جدا، في استنباط اصناف من القمح. انا بزرع تقريبا 17 صنف، حتى المزارعين اللي سامعيننا عارفين اسمائهم، اللي هو مصر واحد ومصر اثنين، اللي هو سخا 95، سخا 96، بني سويف 7، 6 12، 6 14 وهكذا. دي اصناف بتزرع معظمها او تقريبا كلها اسمها متكيفه مناخيا نوعا ما، لانها قصيره العمر. كان القمح بيقعد في مصر زمان 180 يوم واكثر، دلوقتي لا يتجاوز 150 155 يوم، وده خلاه يهرب من حاجتين مهمين جدا بالمناسبه، يهرب من مرض كان اسمه صدى الساق، وده كان بيعمل لنا مشاكل كتير جدا في مصر زمان، ولانه بيجي في 6 يكون القمح نضج وكمان اتحصد لغايه ما الجراثيم ما تيجي عن طريق الرياح مصر، يكون القمح اتشال من مصر عموما بصفه عامه. وده ميزه ان عندي اصناف مبكره او اصناف قصيره العمر. الحاجه الثانيه ان الصيف المبكر اللي كان بيجي في شهر 4 وشهر 5، ونلاحظ ان الجو بقى صيف الاصناف قصيره العمر، خلت الفتره الحساسه من القمح اللي هي فتره الطور العجيني واللبني تبعد عن الصيف المبكر وتكون مبكره نوعا ما عن اي موجات تيجي. الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده على مستوى نماذج التنبؤ بالمناخ لمده 10 سنين ان شاء الله لن نعرض لمشاكل. يعني الكلام ده ما جاش من فراغ، ولكن جاء من شغل كتير قعد سنين طويله لمربي القمح واللي استنبطوا اصناف، بكل تاكيد التكلفه الدوله اتحملتها في استنباط ال 17 صنف. ما حدش بيحس بالكلام اللي انا بقول لحضرتك عليه، سواء المزارع اللي هو موجود في ارضه بالمناسبه من ساعتين وهي الناس لسه ما صحتش منهم، موجود في عز البرد في ارضه، ولكن هو بيجيب صنف ويزرعه، ما يعرفش بقى الجهد. يمكن ده يا فندم دور البحث العلمي، واكيد هنتكلم في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، لكن اسمح لي دكتور ارجع مع حضرتك. احنا بنتكلم على اصدار وزاره الزراعه لتوصيات لمواجهه العديد من امراض الطارئه، على سبيل المثال التفحم السائب، وحضرتك بتقول انه الحمد لله حتى الان، يعني برضو صحح لي لو كنت فهمت حضرتك بشكل صحيح، انه مفيش طوارئ مناخيه وضحت او تنذر باي قلق حتى الان. لا، هو مفيش مشاكل من المرضين دولت. الاصفر الاصفر لا، جاء في 2019 وعمل مشاكل كتير في القمح في مصر. خلينا نتكلم في التفحم السائب عشان يبقى المزارع ياخد توصيه يعني محدده. التفحم السائب مرض قديم قوي، ولكن معظم الاصناف زي ما قلت لحضرتك مقاومه لهذا المرض، ولكنه بيظهر احيانا من بعض المزارعين اللي بيزرع من الكسر البيت. خلي بال حضرتك برضو ان وزاره الزراعه السنه دي اعلنت ان كل مساحات القمح في مصر هيكون ليها نصيب من التقاوي المعتمده، التقاوي اللي تم انتاجها من خلال اداره مركزيه لانتاج التقاوي، وبالتالي هي خاليه تماما من اي امراض، ولكن في بعض المزارعين مستمرين بيزرعوا من البيت. مرض التفحم السائب لو ظهر عند اي مزارع، سنبله طويله شويه لونها اسود فيها تفحم زي الفحم بالظبط الاسود، لو حط ايده يطلع في ايده، ده مش مطلوب منه غير بس يحط كيس بلاستيك او كيس ورق بشويش على السنبله بحيث يقطعها من تحت السنبله ويمنع ان الجراثيم التفحميه الصغيره تروح على اي سنبله لسه جديده، عشان المرض بيستنى في السنبله للسنه الجديده ويرجع لما تزرع التقاوي دي يحصل المشكله. فهو ده هيخليني اسال حضرتك، يتخلص من التنابل السوداء دي. جميل، ده هيخليني اسال حضرتك دكتور فهيم، اسالك يعني عن يعني حاله الوعي لدى اهلنا الفلاحين والمزارعين، عايزين حضرتك تطمننا عليها، لانه ازاي يتصرف مع مثل هذه الامراض بشكل مباشر. وهنا الارشاد الزراعي ليه دور مهم جدا في رفع وعي المزارعين والفلاحين بمواجهه هذه الاصابات اللي ممكن تطرا على محصول القمح وتؤدي الخسائر. يعني لو هو عنده حاله الوعي ويعرف يتصرف ازاي، فبالتالي هيعرف يواجه مثل هذه الامراض. كلمنا عن دور الارشاد الزراعي في هذا الموضوع تحديدا دكتور. طبعا الارشاد الزراعي تحول زي ما كل حاجه تحولت، وبدا يستخدم تكنولوجيا الاتصالات، بدا يستخدم التطبيقات اللي موجوده على التليفون المحمول، بدا يبقى ليه سوشيال ميديا. خلي بالك اقول لحضرتك حاجه، مزارعي مصر يعني ناس برضو يعني متمشين مع اللي بيحصل. تمام. يعني صفحه مركز معلومات تغير المناخ وهي اللي بتطلع انذار مبكر وتوصيات مهمه، عليها اكثر من 250 الف مزارع اللي بتوصلهم التوصيه تتعدى مئات الالاف واحيانا ملايين. ده صفحه واحده، لا، هو المزارع المصري دلوقتي بدا يستقي معلوماته من المصدر الموثوق به. خلينا نعرف ان في عندنا قناه مصر الزراعيه، وهي قناه تبث على مدار الساعه وبتبث كل ما له علاقه بالتوصيات الخاصه بالزراعه،
ففي مصادر اخرى غير الارشاد الزراعي التقليدي بتاع زمان، ان يكون في مرشد ومعاه موتوسيكل ويلف على الحقول والكلام ده، هو حتى العدد مش كافي مش هيقدر يعمل كده، ولكن في ارشاد اخر اكثر فاعليه وهو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات. انا بنزل التوصيه دلوقتي حالا بعد ثواني بتوصل للمزارع، وبالتالي غير الطريقه القديمه تماما اللي ممكن توصل له بعد يوم او اثنين في ظل التسارع مع في تغير المناخ. المزارع مش هيستفاد من معلومه تروح له بعد ما يحصل الحدث طبعا بكل تاكيد، وده يعني دور كبير طبعا حضراتكم بتقوموا بيه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، نشكرك جزيل الشكر.